هنا بقى ده تلاقي فرحة عارمة وشعور لم أشهده قبل ذلك بقى، لأن الجنود والضباط شافوا نفسهم منتصرين، يعني أول انتصار يتحقق. وانتصار ماح يعني ساحق. فأنا طبعا علشان أسكتهم وهديهم وأحافظ على قواتي قلت لهم طيب، ولكن ما عنديش النية بأن أنا أنسحب بالنهار أبدا، لأن أنا عارف تأثير الإيه؟ القوات الجوية. استنيت لغاية إيه؟ لغاية الليل ما دخل. هناك خطأ آخر، وهو عدم الرغبة في المناورة بالقوات. خطة سعد الشاذلي بيقول إيه؟ نسحب 4 ألوية مدرعة من الجبهة من الشرق ونحاصر بيهم الإيه؟ الثغر. الثغر. People wonder who killed Sadat. A courageous army officer. We consider him as one of the opposition and one of the most courageous officers in the Egyptian army. كانوا لما بيشوفوا الموجات بتاعتنا بتهجم كانوا بيسيبوا الدبابات دايرة ويطلعوا جري. فالعسكري المصري إذا أعطي الفرصة وخصصت له المهمة التي في حدود إمكانياته يعتبر من أكفأ وأشجع المقاتلين.